إذن هنالك فرق بين أن يسعى الإنسان إلى أن يصلح المجتمع، وهذا أمر واجب، أدعو إلى سبيل ربك، هذا أمر واجب وله شروط، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن الحكمة أن يتقرب هذا الإنسان إلى هؤلاء ليس من باب الصحبة، وإنما من باب أن يسحب هؤلاء إلى إطار الاستقامة. أذكر يعني مرة من المرات وكنا عندما كنا طلابا، ودخل بيننا طالب يعني كان مقصرا ويظهر عليه التقصير، يعني يظهر عليه التقصير، يرتكب بعض الأشياء التي لا ترقى أن يرتكبها طالب العلم. وكان عندنا أحد الإخوة جزاه الله خيرا أينما كان، عنده يعني شدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي يعني النصح لم يكن يعني يتحلى ببعض الحكمة يعني. وأذكر أن أحد الأشياخ حفظه الله قال لي: يا نبيل، أريدك أن تتقرب من فلان كي نأخذ به إلى الطاعة، يعني شوية شوية نأخذ به إلى الطاعة مع بعض. قلت له: إن شاء الله شيخ، أمرك مطاع. وأصبحت أمشي شوية مع هذا الإنسان، أمشي معه، ليس المشي معه من باب الصحبة يعني صحبة الفاسق، وإنما من باب أن يؤخذ بيد هذا الإنسان إلى الطاعة. وأذكر من الطرافات أني كنت أمشي معه في يوم من الأيام، فرآني ذلك الشاب الذي لديه شدة في النصح وجاء يركض: نبيل، ما تسوى؟ قلت له: هد أعصابك فلان، ما كيف تمشي مع هذا؟ ها، ما تشوف هذا عاصي؟ هذا عاصي الحلال، ما يستوي لك، ما يستوي لك، شوي شوي. قال: يا أنت لازم، متى تتوب أنت؟ متى تفعل هذا؟ متى كذا؟ وأنا أحاول أن أهدئ روع هذا الإنسان وأخذ بيده، يقول: دعاني دعاني، أخذ بيده، دعاني دعاني، ووقف بيننا ونحن نمشي، وقف بيننا وما طاع يخوز عني، ألين وصلنا المكان الذي كنا قد ذهبنا إليه، مخافة يقول أن هو مسكين يعني يقول: أي خربك هذا يوديك إلى. وكان الهدف شيئا، كان الهدف شيئا وكانت فكرته شيئا آخر. وعلى كل حال بعد مدة أخرج هذا الطالب من يعني المؤسسة التعليمية التي كنا ندرس فيها. على كل حال: لكنك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في يوم من الأيام كنت يعني بعد سنوات يعني هذا الكلام، ومر عليه تقريبا حدود أربع سنوات يمكن بعد ما أخرج هذا الطالب، وإحنا خلصنا وكل انتهى بعمله، مرت تقريبا حدود الأربع خمس سنوات، وكنت في يوم من الأيام في مكة في زحامها الشديد، أظن كان يوم جمعة فيما أحسب، وكنا قد خرجنا في وقت مبكر على أساس نلحق نلقى مكان نجلس في الحرم. وفي خضم الزحام يأتي رجل ويلصق كتفه في كتفي ودفرني، قال لي: نبيل، انتزقت. رجل يعني أول مرة أشوف يعني الشكل هذا بهذه الصورة، انتزقت. ثم ركزت في ملامح الوجه فإذا به صاحبنا ذاك، هذاك صاحبنا الذي كنا نسأل الله أن يأخذ بيده إلى الصلاح، وأصبحت لحيته هكذا. زين، وفرحت به كثيرا، وأين أنت؟ قال: أنا في المكان الفلاني وأنا كذا. يقول: من الله علي بالهداية. يقول: الحمد لله، من الله علي بالهداية. فالحكمة أمر مطلوب في الدعوة، فلا يترك العاصي لمعصيته فريسة معصيته، وإنما أو فريسة لمعصيته، وإنما لابد أن يؤخذ بيده، لابد أن ينصح، لكن ما يصاحب، ما نصاحبه يعني مصاحبة ومسامرة ونسير ونجي من باب يعني الأخذ والعطاء. ماذا سأأخذ من العاصي؟